بسم الله الحمد لله أثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله صحابي قال لي دهدو بجلي قال له نسبيه وحوي ماشي أنك قشك إن شاء الله سيردي سويه نعم سيد كنت في الجاهلية ونعم سيد أنت في الإسلام قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم نعم وناكسنا سيد سيد أقاسبا وناكسنا وكنت أضهاتي في الجاهلية جاهلية الزمن كذي ونعم وناكسنا سيد سيد وناكسنا أنت أديق ويئه في الإسلام إسلام كده حديثة قالها كلمة وحيري عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ها نحن أولئي في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع بقليل والناس قد أخذوا أماكنهم في رحابه الطاهرة ها هو نحن أنه أولئي كواسان نهيو في مسجد الرسول مساجد كرسول كقصقا الكريم وناكسا صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع حجك سقوتي قوون هر يروقيسا بقليل إن يرونكوه الرئيسي والناس ضدكين قد أخذوا إقاتين أماكنهم مكان ندودي في رحابه رحبته سا بنا ندي سا طاهرة وناك بدا أنقصوا قنهاي تهيا وحا وديار قروبي تهيا تهي يؤن ديار قرونا أن قصوا قنهاي لسماع خطبة الجمعة جمعة خطبة ذا لقيس قيدنا أن وديار قرونا مكان ذا مرحالة المسجد كظاهر كأنك قصوا قنهاي وها هو كاسنا ذا كاوي والنبي الكريم نبي جيني وناكسنا يسعد كريال منبر منبرك فتيتحول وريقي كل من ذا أركون كل من أردن وفي المسجد مسجد كوسوغان إلى أذان دقو أيو وريقي صاغية سعودسين إيسا كلام كوالين إيسا وقلوب قلوب أيو وريقي يتاي واعية وليس هذلك وعيون إله مشدودة تاغا إليه إلى النبي متعلقة كدقا به النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحول كما وريكتو عنه النبي حديث صلى الله عليه وسلم ولا تريم من إلة إلى غيره وما إلته والنبي كما إلته صلى الله عليه وسلم وطفق وحقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يندر ويبشر ويعيد ويذكر إنو ديغا يو يندر ديغا يو ويبشر بشارين يو ويعيد وعدي يو ويذكر وانين يو ويعالج دو دوين يو شؤون المسلمين مسلمين تدنه ما يعالج انتو دو دوين كارو وفيما زبنهم إيهو كذلك سدائيهين أقبل وحصو قابل على المسجد وفد كبير وفد بلارا ومن قبيلة بجيلة غير بجيلة قبيلة ضوضاء قادما كسو قلي من اليمن يمن كسو قلي ليعلن إنه موجست إسلامه إسلام كيسو موجست وفده بين يدي الرسول نبي قهرتيس صلى الله عليه وسلم ويبايعه إليه الشيان على السمع اسم قلي والطاعة إسيال في المنشط وقت فرح والمكره وقت كراهة فرح لآن تلبضب فأخذ وحيقاتين رجال الوفد وفد الرقيس أماكنهم مكان ضوضي للك يكقاتين بين جموع المسلمين مسلمين تجموع ضوض الرحض وكان وحاناها على رأسهم مدحلق وضا جرير بن عبد الله البجالي جرير بن عبد الله البجالي سيد بجيل الرير بجيل أغاسك وضاها وزعيمها وقاميه ودناها المطاع والليالو فإذا قرت وابد بالمسلمين مسلمين تيا الذين كواسوا لا يصرفهمون كل حنجر عن رسول الله شيء رسول كون وحبك كل حنجر صلى الله عليه وسلم مركلي وابد إيقو يتحولون وريقي وريجي بعيونهم إن رهودي وريجي إلى جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله نو وريجي وجعلوا وحي قدك لا يطيلون إن الديرين يان إليه سقى حق ساء النظر إيقمده ويحدون ايتاغيان فيه دحديس البصر ارقا حتى خيل الى لمبوكسيو اليه سقا
أنهم يغكانوا إليهين معهم عيسى على موعد بلان تشاهدين لبلان سنايين أيوب إسوه موذي وساسي موذي يالا موتسيي أو ما سيكانوا ويهيبا ننكاني ناعتا مدل سفايي ويا تلماما نعتو نعتقيسا لهم إيجا مدلو نعتي يو لو تلمامي إنو يهي لهم إيجا نعتقيسيا سفاديسا لو شاك إنو يهي فارادوا وحيدون أن يتضبطوا إني سكتان من شخصيه شخصي سيني سكتان أي مركز كدونينو ويتحققوا أي حقيق سدين من نعته نعته سا نكي أقمضي إيقين أي وحو موذي إني بلا بلا منبا ما يأمي سواب اللو سفيهو نعته سا أي لو تلماما يو مركز وحيدون أيان أن يتضبطوا من شخصه شخصه سيني سكتان ويؤغادان ويتحققوا الدبايستان من نعته سفدي سنة فما إن انتهت صلاة صلاة دي مبادة ما يسترمي حتى ما لا إله إلا أحد جرير جرير على رجل النبو كل أحد ومن المسلمين كم إذا كان يجلس كيف فديا بجانب جن عيسى فديا وقال وحوري ما بال الناس دنت ضدك ما حيتها يصرفون وإلي أنا أبصارهم أرى قوضة إلي أنك حق يقيو إلي أنو ويحدقون وحيتاقيا في أنك ويقو إند تاقيا حقك إند تاقا قفك إندها السحوك وقتاقا أيان ليدا في أنك يقو إند تاقين ومحي حتى لكأن اللهم إيا إلا آمد مودد إياك إنو أسوك نادي عندي أنك أكتيد حاجة ضن أهي إيادو مجرد صدفة ما أون كذا برح لا مجرد صدفة ما كذا برح لا أبا أم أن في الأمر شيئا مس الشيء با أمر ككسوغا أمر كان إيقمدا إيا برارو قنبضان إسحابضو أي إليهين ما وحبا كجيران مسوا مجرد صدفة وكذا برح لا أون فقال الرجل ننكي وحجيري إن الناس ضدكو لم ينصرفوا ميسان إيرين إليك حقاق بأبصارهم أرقودا إلا لكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وحنو ورمي قبل قليل إن يركوه بقدومك سوق لدارة على الرأس وفد من قومك وفد مدحوظنا أتكسوك انتهيو وفد قاسي قوم كاق وكمد يهي وذكر لنا وحنو النوشيك يا حبيبكو نعتك تلمان تارا وقال وحنو أن يلي يدخل عليكم كركين وحايدين سوق لدونا رجل ننو من خير أهل اليمن خير يمن أهل كودا كو بخير بدن كمدا على وجهي وجهي سنة وحا كسوغن مزحة راد مزحة ملك بقر راد كيبا كسوغن بقر على مد راد كيبا كموغدويان فانبصدت وحافظ سنتي أسارير جرير بن عبد الله البجالي جرير بن عبد الله غير بجالي أساريرتي سحر جميعها وجهي سوية أيا افتنتي وفيد سنتي ميان لما قرتي سمع إن بصدت وحافظ سنتي لو حلاوضا ولد العبوس يعني وجه تبدا ديت كود ويو وجه فرفرمي افت سمي ايال ليلا انبساط انبساط الوجه ويان واشرق وحا افتيمي وجهه وجه جيسي بالفرحة فرح وضابت نفسه نفتيسي وحي كودي بنغتي بما وحا خلعه اوهوي الرسول الرسول كوهوي صلى الله عليه وسلم من نعت تلمان وعليه كركيس اوهوي حبيبك صلى الله عليه وسلم وما إن فرغك مضب حين النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته صلاة ديسية وتسبيحه تسبيح ديسية ودعائه على برغيسي حتى مثل إلى اللوم وجيه جرير جرير بين يديه ارتيس تاقا فقال له النبي النبي الحكير عليه الصلاة والسلام ما جاء بك يا جرير جرير ومحاكو كاني فقال جرير وحو يجيت وانمد لأصل ما ينان إسلامه على يديك قعمها قعنا آنيك إيو وقومي هرت قوم كيقوبا نهاديك قعمها قو إسلامنا أيان أيان دوني ما ديك قو إسلامنا دعوة دادا ما يان هرت هذا بقو إسلامنا هديك هرت هذا إسلامنا ما دقو قررنا ساسان دوني يا رسول الله رسولك إلهيو إيوالين وبايعك إنان كلين وبايعك إنان كلا مبايعون فقال له النبي النبي بن الحجر صلى الله عليه وسلم إنما إنك لما وبايعك جرير وحنك كلا مبايعون
على أن تشهد إن أبقرتهم أن لا إله إلا الله إلهي مويان إله كلين سجر إن أبقرته وأني أنغن رسول الله عنهي وتقيم أدوكتا صلاته وتؤتي الزكاة زكاة أديبته وتصوم رمضان رمضان أدصبته ووتعج الحج ذا البيت بيتك الحج ذو وتنصح هذا النصيحة المسلمة مسلم كهذا النصيحة وتضيع هذا الدعاء الوالية نك أميرك أما مدحض هذا الدعاء ولو كان عبدا حبشيا أدون حبشيا بها هذا قال جرير وحي للنعم ها تاسك وقوله الشيء يا رسول الله رسولك إلهي وبصد وحي نفذي يمينه ميدك تيسو إليه النبي وفذي وبايعه ساسك كله الشيء ومنذ ذلك اليوم مالك إسقى لك صوب اللابون أي توثقت كالسقناتي عر المودة حركه جعيلك بين النبي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه صاحبك جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي قال له نسبية ونال وحقاري جرير من إكرام الرسول رسولك إكرام الديسة هي شرف الديسة وحكا قاري وإعزازه أود سينتيسة يينو قال قاريه ما شيء لم يحضر كل فين به إساق إلا القليل إن يرمويه النادر سي نادرة ومن أصحابه السابقين إلى الإسلام أصحاب تيسي إسلام لمدعو قسوه الرئيسية فما حجبه كما قرسوا من الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ما لنا عنه بالجرير حتى مات إلى أكدنته وما لقيه الله من كل من حبيبكم مرة مر إلا هشا وأؤدل عديني له جرير وبش وجفري وتبصم وأم صوني في وجه وجه سكم صوني ولقد دخل وصوك على النبي النبي وصوك صلى الله عليه وسلم ذات مرة في بيته قريسه فرحب به وسود ويه ولما لم يجد شيئا يجلسه عليه وحو كفر يسيا مركه وايه النبي وسنهل تناول وحو الله رداءه قويسيا وضواه وضوبيا ودرحه له وطوري ليجلس عليه نقع النبي كد الفرست جرير فأخذ وقاد جرير جريرنا الرداء قويه وضمه وضمي إلى صدره لابتيسا وضفق وحو نقذ قلي يقبله إنه دمكان يقع وهو جرير يقول له أكرمك الله والله أكو كرامي وأكو دقالي يا رسول الله رسولك إلهي كما سيدا أكرمتني عن بعض دقالي سي وأعزك الله أكو أوذي وأكو عزي الله كما عززتني ساغني قبئي أوذي سيد إعزي سيد شرفتي وي فالتفت النبي النبي وحوم العصر صلى الله عليه وسلم إلى من معه ذاتك اللجر وقال وحوي إن أتاكم هدو إذي ماد كريم قوم قوم كوضا وناكسن هدو إذي ماد فأكرموه إذن وناجيا وما إن أسلم مضي إسلام جرير بن عبد الله البجري وانضم أمض من إلى كتائب الإيمان إيمان ككوحيس حتى أصبح إله النقض موضع ثقة كالسوني مشهد موضع ثقة النبي كالسوني ذا النبي مشهد بإله النقض هي وثقة خلفائه كوي كخلف النقض حبيبك كالسوني ذا ذيب إلى أي النقض من بعده نبي قد بديم فاناضوا به وحيو تيريا جرير جليل الأمور أمور تتيدا وأوين بيوتيريان واعتمدوا وحيو عسكدين عليه على جرير في عظيم المهمات دنها كوودا وأوين أيهو عسكدين فقبيل وفاة النبي النبي قوفس شديس وحير كهر دعا إليه جرير دعا وحو يري إليه حقي سوق يري جرير بو يري النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحو يري النبي هل أنت مريحي ميقر حين يسا أما هل أنت أدق متهي مريحي كي إيقر حيا من دي الخلص سرمك دي الخلص الليلة يا جرير ما إيقر حين أو ما إيقفلان سنن كلا إلى هذو ذل خلص إلى هذو قال جرير وحول النعم يا رسول الله يو وذل خلص سنن كاسس أجيه هذا كان الذي كي وراد وجهه الرسول الكريم رسولك وناكسني يستريح إنه كره يستمنه السجى قبل أن يفارق الحياة نلش أن تسول فارق مجموعة كوح ويو من الأصنام سنم يكمده في مدينة تبالا مقالة تبالا كسوغانو على مصيرة سبع ليال تدبها بين صعد وجرت من مكة مكة في طريق وضد الله قاضو إلى اليمن حق هذا الله قاضو
duliyad waxa lagu dhaleeyay oo lagu dharoobay bil bayaad rinjicad ayaa lagu dharoobay wa nuqishad waxana lagu daabacay calayha korkeeda nuqushun daabacyo oo ka hay'ati tijani taajajka oo kale hay'adiisa sida sanabyada oran jireen taajaj bay u gelin jireen oo hay'adkaasi u sameeyeen wa kaana waxa ay qoomki u quma ala sadanati dil khalasa adeegayadiisana waxa u qoomi jiray banu umama reer banu umama wa kaana waxa ay ahayd banu umama tucadimu hatii weynaysabay ahayd wa kaana waxana ahayd tucadimu hatii weynaysa qabaayil qadcamin reer qadcam qabaayil shiise iyo wa bajiila reer bajiile iyo والأزدي غير أزدي وتحج إلى وسو حجيج لأن قبائش الصوة تضوف بها ويضوافيا وتذبح عندها أكتا يذي حولها كو حتى إنهم يو كانوا أيهايا يدعونها كو يقول واقبا الكعبة كاليمانية كعبة اليمانية ذي اللون نسبي يمانيات بيقول واقي جرين وقد اختار وضر الرسول صلى الله عليه وسلم جرير جرير لهذه تن المهمة يشقضع لزيادته وأقاسن مديسي وكلها في بجيلة غير بجيلة ومكانته درجة سريع وكلها بين قبائل بين القبائل اليمنية قبائل اليمنية وكلها فصدع ود الله جرير جرير بأمر رسول الله رسول كلاه أمر كيسي صلى الله عليه وسلم واختار وحنون الدورتي لهدم لهذه الغزوة الدولان كان يساقى 150 فارسا بقول يكونتم فردفوا له أيو دورتي ومن الشجعان قيسيشي الكماتي لوذا الإغناء geesiyaashii wada dhiganaa 150 nino ah ayuu doortay walama hamma markuu doonay ahmiyay bir raxiili rarasho aqbala waxa uu soo qaabilay yuwadicu isagoo sagootinaya ar-rasuul ar-rasuulka salawaatullaahi calayhi wa shakaa lahu wuxuu u sheegay unaga ashtakooday min annahu isaga jariirihi laa yadbutu inuna ku sugnaaninba calaa duhuuril khayri fardaha dhabaradooda waa liduuli qaamati nin dheer iyo wacdini haamati madax weyn buu ahaa nin dheer oo madax weyn buu ahaayo taas darteed inuna fardaha ka dhaco uusan ku sugnaanin buu u sheegtay فضرب وحكمه في الرسول الكريم على صدره لابتس وقال وحيري اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا إله يصب وكي المد هنوسا أو المد هنونية أو إسنا هنوسا إله يوكي إسنا هنوسا ضدك هنونية إله كي فكان وحها بعد ذلك من أضبط الفرسان على متون الجياد الصافنات من أضبط الفرسان فردولي ذا كوى أغسق نبضا على متون الجياد kuwa dheereeya dhabarradooda asaafinaati saddex gujoogta ah kuwa dheereeya oo fardaha jiyaada weeye asaafinaati ee saddex gujoogta ah saafinaad waxaa la yidhaahdaa saddexaadinna miidaanta inuu ku joojiyo midka afraadna intuu yaro hoojiyo caarada qoobkana weliba dhulka sidaa inuu u yara saaro ayaa la yidhaahdaa saafinaad saasaa la yidhaahdaa saddex gujoogta maxaan ku dhahaa jiyaada ee orodka badan مضى وسعدي جرير جرير برجاله مع رجاله إلى ذي الخلصة سنم يدى ذي الخلصة يوسعدي سنم بامك عقارهان لها فقتل وحد ليس دانته أذيق يدي سيوردن وحضم وحد بربرية هياكله هيكل كسية جوك سيوردن أيو بربرية وأوقد النيران ضرب كشذي في أصنامه قريه سيل عابدينا ثم بعث وضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا بشاريا يبشره بشاريا بالقضاء كتخلص لك تخلص على ذلك الضاغوط شيطان كايسك على تخلص الذي كيسكي غمه النبي مرق لي وأهمه هم لي والذي كي هضب أصبح النقضي مكانه ميشيسي فيما بعد انتهي الدنبضب عتبة كم لقوا النقضي لمسجد تبالة الكبير تبالة مسجد كيدا آد وين هضب عتبضه النقضي كم لقوا النقضي لم يعد من نقن جرير جرير إلى المدينة مدينة ومن نقن بعد هدم ذي الخلصة خلصين تدمي يكذب وإنما واصل وحيري سيره صعد كيسا إلى اليمن يمن بوحيري ليدعو سيو وغيرو ملوكها بقرة إلى الإسلام بأمر بو وغيرو يوم رسول الله كهذا صلى الله عليه وسلم فوفد وحاسو وفديه على ذي الكراع وحو وفديه على ذي الكراع ريد الكراع بو وفديه الله على ذي الكراع الأسفري فوفد وحكوا وفديه على ذي الكراع الأسفري
ذل كلاع كركودا ايو كوف ديي اعدم ملوك اليمن يمن بقرادهدا كي او وينا اسفر كاسي يمن بقرادهدا كي او وينا ايو كوف ديي اذا كغورتا سو اهاي وعرض عليه وحو بندغي محاسن الاسلام اسلام كمحاسن تي سي وناغيدي سي وقرأه أغري أمامه وارتيس شيئا من القرآن وبشره بشاريا وأنذره وودقي بشره بشاريا إن ضاع في الجنة وأنذره وأقدقي إن خالفه بالنار نار بأقدقي فشرح الله إلهي بكشر عيسى دره الملك بقر كلابتيس بالإيمان إيمانك بكشر حي وما لبث من النقان من شهد إنه قراء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إنه قراء وقد ابتهج وافتيمي ذو الكلاع وحكو افتيمي بما وحي أكرمه الله ويبقى كرامي به ساقه من الإيمان إيمانك بعد الشرك الشرك الدبدي ابتهاجا افتين عظيما آدوين فاعتقى وحوري يوم أصلا ومالك وإسلام بقر والموزة بالنداس عبيد بضبو لها 4000 عبد أفر كن أو الضب بحرية ثم هاجر ولا سهجر وذهب بقومه إلى المدينة فوجد وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فارق الحياة نلوش بن فاروقي فمضى وسعد مع قومه قوم كي سمع إلى حمصة أي أسسعد واتخذوها مقاما لهم ووطنا مالك كنا قادين ولبا وطن أنا ويكي شوي ولما آلت الخلافة خلافة مركي إلتي إلى الصديق رضي الله عنه وضع وحوت دي جرير بن عبد الله نفسه نفتيسي وسيفه وقومه في ضاعته نفتيسي سيفتيسي يقوم كيسيبا ضاعدي سيد أمير المؤمنين إذاك عمر أبو بكر صديقة أيو يالي فجرده وحوم رحسيبي أبو بكر نوح أم رحسيبي للقضاء كتخلص على فتنة الردة ردة فتنة هذا وكتخلص في بلاد اليمن كسوغان أبو بكر نوح إساقي أم رحسيبي أو كتغي وي أو أيال أو الدياري وي إنو كنت ما يستر فتنة الردة حق ملك اليمن كجرتا فقام جرير وقومي بالأمر أمر كي خير قيام استاكي وقو خير بنا وضفق وحق ذاك ليقاتل المرتدين كو الردو بينه الله تقالما يوم حتى قد دا إلى وجبيه شوكتهم أودودي وواعادهم وكسوا عليا إلى حضيرة الإسلام إسلام كحيردي سوى كسوا عليا ولما صارت الخلافة خلافة دي مركي هدنا النقطة إلى عمر رضي الله عنه كان له جرير وحوه النقطة نعم الجليس جليس كانوا يقول نعمة بضم بالنقطة إيا والمشير مثل رتشد كانوا يقول نعمة بضم والقائد مده القامية كانوا يقول نعمة بضم بالنقطة وكان عمر وحوها يانسكي ويشد به سقى شد الأنسي ويلك وقدر ويعجبه الليابي لذكائه فهمديس الحاد درنيو وبتيهدي كذا ورنكيس المضاوعة إياشا كذا ورنك دقدقة وحي يعني مركا يما دسيدو كذا وقور بحيو دقدقة وليما مضاوعة إياليس بديهات المضاوعة وحال ليلا دا قرشو دقدقة هو مركا بكو وقول بأليلا دا ومسكح لذلك السبب مثلا أمر باسي سدفاء حرج أكو لكو الماي وإيمان دونتا إن شاء الله تعالى قصة صوصة وكين دون مثلا ويان بدي هذا وحكوية من مثلا رقب دعان وفردية أيان نين كم إذا معنى المعلمة كم إذا نف كتمن نف تشغل ده دي بعلمة غلاي دهك مركا حوقا خجل يا يحيى حباك هو ذي بتسمع ده بتنا عمر ده رقب صلاة ولا ستاجي صلاة ده دي لستاجي وحكوية لي عمر باو حكوية لي ك هاك عوها سوي سيستنكي أي ما حكوا نفط كتني وسوي سيست صلاة هنا لا تكذب جرير بس تدق دق كوي لأمير المؤمنين وصاح دهنا كل جي يسوي سيست النبي كل جي يا ماشاء الله صار اللي ما كنت ريم وقته وأنا أعرف دق دق كل جي يسوي سيست نصاح سنة عمر يالي أو سوي سيست كوي أنا ولا يا بنتي ما بدي هذا تسأل إذا بدي هذا المطاوع في الموقف الحرجة موقف كدارن موقف قدر من ذلك وحكم ذا أن عمر كان وحا في مجلس مع جرير بن عبد الله ونفر كوحا من المسلمين كم ذا ينتظرون السقى يا صلاة صلاة فخرجت من أحد القوم قوم كأحد كم ذا وحكى صواب أحد ريح الدبي فسكت الناس ضدك ويا مسينو وسكنوا ويحسلين
كلهم بيخشاو وحكاه عبسا أن يظن إلا ملايانها منه نفتو إليسا كتمت وخاف عمر عمرنا وحوحاً باري أن يحمل الخجر خجل كوينو كوحاً باري يحيحو صاحب الريح نفتو متكي كسوان بحضي على الدخول في الصلاة من غير وضوين إسوه ويسق بصلاة إنو قلو فقال وحولي عزمت وانقو يي على صاحب الريح ريح صاحب كيسا وان داريو كلوي أن يقوم إنو استاغو فيتوضا ويسيستو فجعل الناس ضدك وحي قدقل أن ينظروا بعضهم إلى بعض قابك حشوتك أن يحي حبه ويمادو قاربين وقارك كلا فيرين أيوم فبادر الجرير والجرير بادك دقي جرير من عبد الله البجلي وقال وحور المرنان أمر يا أمير المؤمنين أن نتوضينا ويسيسنا جميعا فصريه ولا قفر حي وفر حيوي عن عمر عمر حق سال قفر حي وقال وحور النعم توضوا جميعا دمانتي ويسيسته ثم التفت وحمل العسد إلى جرير وقال وحور رحمك الله والله أكون حريست جرير نعمة ونكسنا السيد كنت أضهيت في الجاهلية ونعمة ونكسنا السيد أنت وهي في الإسلام إسلام كالحديثة ثم توضع القوم جميعا ذكي ويوذوي سيسته أبي بن كعب